نادي الطلبة السوريين هو عبارة عن مبادرة بنشتغل مع الشباب لصقل مهاراتهم وتمكينهم بعدة جوانب، وبنشتغل مع الأطفال على العلاج بالفن وتنميتهم من خلال الفن، وبنهتم بالفن بشكل عام. بدأت الفكرة تقريبا من سنتين، كان بوجهة نظري لابد أنه يكون لي دور فعال بالمجتمع، وبحثت على بعض نقاط الضعف أو بعض النقاط القوة اللي عندي ممكن أستغلها ونسخرها بخدمة الفئات المجتمعية المهمشة أو الأقل حظا بشكل عام. من خلال الفن والرسم عملنا فريق رسم جداري ورسامين، وعملنا فرقة غنائية، وبنهتم نعمل أكثر من إيفنت، وإن عدة مشاركات وكرمونا بداية السنة بأنه بنشارك إحنا بالنهضة الفنية بشمال الأردن. لا شك إنه يعني بكون يعني تقريبا أعلى درجات الفرح يومني أكون عم بتعامل، وخاصة يوم أحس بالعطاء لأنه قيمة الإنسان بالعطاء.